المقر البلدية اللي هو مقر لجميع الأولويات. المقر البلدية بين التجهيز ديالو والإكمال ديال الأشغال ديالو تقريبا يشكل واحد 50% من الطائر. كنقولش غيكون كاين شي خلاف على شي واحد يصنع عاوتاني البناية البلدية نساليوها ونقلبوا على الفلوس في 2018 في الدوزيام بارتي باش نساليوها في 2020. كنقول هادي مسائل يمكن الخطأ اللي وقع كان خصو يجي يتفسر في الكشلات المالية، ولكن كنظن الإسباب ديال المقر البلدية سيكون مؤخرا للجميع، جميع الإخوة اللي عاشوا هذه المرحلة على الأقل منذ الاستقلال في الأخير جماعة العرائش سوف تتوفر للمرتفقين وللمنتخبين وللأعضاء من واحد المقر الذي كنظن جميع الأخوان والأخوات سيكونوا فرحين بالمساهمة ديال الجميع في إتلام في إتمام ديال المقر البلدية. الأشياء اللي كاينة في البرمجة لا تخرج على برنامج عمل جماعي. هذوك الأشياء كلها تندرج في واحد المجهود يمكن توفقنا فيه أو توفقنا فيه. المجلس سيحكم والسكينة ستحكم واش قدرنا نجاوب على ديك الأسئلة اللي كاين في برنامج عمل جماعي، ولكن من غير الأشياء اللي فيها التزامات المجلس من قبيل قدماء محاربين وعلى جهة تحرير المساهمة ديالنا اللي كانت في شرع اتفاقية، والاتفاقية اللي فيها 400,000 درهم الوكالة الحضرية اللي فيها الدراسة ديال هذوك الأشياء كلها مبنية. كنا كنتمناو حنا المجهود اللي داروا الإخوان في الجمايات هو مجهود محترم ومحترم جدا ويكلل واحد النسبة ديال التغطية ديال 90% ولا 95%، لا يجيب التلخيص ديال العمل ديال الإخوان. كاين المجهود اللي عمل تحملات الجماعة الإخوان وكلشي دابا هنا راه قديم في الجماعة، كلشي كيعرف تحملات الجماعة ولا تحملات كثيرة وكبيرة. وهذا المشكل ماشي في جماعة العرائش، هذا المشكل في جماعات اللي هي الكبرى في المغرب تعاني من المشكل ديال التحملات التي هي نتيجة ديال التحول ديال المدن. كانت التحملات إذا رجعنا ل 15 عام للوراء نقول جماعة العرائش كانت كتوفر على ميزانية فيها 40 مليون درهم كانت تغطي المصاريف وكيبقى الفائض. دابا ولينا غير في النفقات الإجمالية في 70 ولا 80 مليون درهم. أعتقد صحيح كنا كنتمناو نقدروا نجاوبوا على جميع الأسئلة اللي هي آلية، راه ماشي المستقبلية، هي الأسئلة الآلية نجاوبوا عليها من خلال هذا الفائض، ولكن كنظن الرئيس والمكتب والإخوان عملوا واحد المجهود وفقنا من بين بعض الطموحات الصندات ديال المدينة. باغي نديروهم في المدخل والمخرج للمدينة وعندنا معروفين. فيما عندنا لي بواندو اون فانستالي واحد الصندة، فيما عندنا المواكن باش نحافظوا على الكاناليزاسيون ديالنا، عندنا لائحة الأماكن فيها 15 نقطة في المدينة، حنا عارفين هذا المبلغ الذي تم رصده لن يجيب على 15 نقطة اللي باغي نديرو، يمكن يجاوبوا على 7 أو 8 ديال النقاط اللي باغي نديرو، ولكن التصور والهدف حنا عندنا واضح، هو من الداخل المدينة والخارج المدينة، الميزانية ديال الماء اللي كنخلصو كتفوت 150 مليون، عندنا واحد 14 ولا 15 مدينة، كنظن لا أحد سيختلف على هذا المنطق. أعتقد بأن الجهود اللي داروا الإخوان باش جابوا هذا المقترح راه الأغلبية المقترحات اللي جبنا حنا راه تم التنازل عليها بفائدة المقترحات اللي أصبحت إجبارية. كاين التزامات، التزام قوي ديال هو مقر الجماعة اللي نتمناو جميعا نتجمعوا فيه في الدورة ديال المقبلة ديال شهر 5 ولا شهر 6 اللي هو مكسب للمدينة عموما. وكاين الأشياء اللي هي التزامات ديال المجلس.